رجعنا نكمل معاكم فقرتنا العالمية، فقرتنا غير عادية، معانا توأم بنقدمه لأول مرة لمصر وللعالم. ولكن أعود للحدث الاجتماعي الكبير جدا اللي هيقام في سوهاج يوم الأربعاء القادم بإذن الله، 100 عريس وعروسة، حاجة كبيرة جدا. يسعدني يكون معايا المحافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم. أهلا بحضرتك يا دكتور. ألو السيد محافظ سوهاج. أيوة يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيادة المحافظ، وبنحييكوا على إقامة هذا الاحتفال الكبير اللي هنشارك معاكم فيه إن شاء الله الأربعاء القادم بإذن الله. أتشرف يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة احتفالاتنا في 30/6 متنوعة. تمام. يعني النهاردة كنا لسه عاملين احتفال في مراكز الشباب والرياضة كلها بالبراعم وفي السياحة والسباحة وفي الألعاب الرياضية ومدارس كرة القدم. حلو ده، كويس. طبعا الاهتمام بالناشئ ده انا شايف ان هو احسن استثمار. لا احنا في الوقت الحالي حضرتك عاوزين ننشر البهجه، ننشر الفرحه. أيوة. بالاضافه اللي يحصل ضبط للاسعار وموضوع المواصلات يبقى فيه ضبط وربط فيها يعني. تمام، ما هو ده جزء من لان احنا البلد لازم نمشي في كل المحاور مع بعض. تمام. دلوقتي كنا بنسلم عربيات بالمشروعات الصغيره بالطاقه الشمسيه سوهاج، دي احنا عاملينها متميزه بيها بالطاقه الشمسيه. طاقه شمسيه، طاقه شمسيه. طب حلوه، عربيه شكلها شيك جدا ومفيش تكلفه على الشاب، بيأجرها اليوم ب 15 جنيه. كم عربيه حضرتك سلمتوها؟ سلمتوا كم عربيه؟ كده سلمنا 25 عربيه. تمام. وان شاء الله في الخطه الثانيه كمان 25 عربيه بنسلمها على مراحل، عاملين اشتراطات للشباب والمحافظه بتوفر لهم الترخيص، وبدل ما يبقى بقى عجائبين وعشوائيات لا بنوقفهم في اماكن هم بيختاروها والدولة بتقف معاهم. والحقيقة دي ثبتت نجاحها عندنا في سوهاج بشكل جميل، وعليها طلبات كتيرة جدا، لسه مسلمين النهاردة آخر الدفعة. تمام. ودلوقتي كان في من شوية احتفالية عشان 30/6 من الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة اللي حاولوا يشككونا في عقيدة القوات المسلحة من 25 يناير إلى 30/6، ولكن هم أبوا إن هم يبيعوا الشعب، والحقيقة احتووا الشعب المصري كله فحقهم علينا. وفي الاحتفاليه اللي حضرتك اشرت ليها يوم الاربعاء ان شاء الله، تكريم شبابنا وحفل زفاف جماعي ل 100 شاب وشابه. الحقيقه مساهمه مجتمعيه جميله جدا من المحافظه في احتفاليه 30/6 مع دعم والحقيقه تأييد كامل من جمعيه من اجل مصر اللي الحقيقه مشاركه معنا في جميع الاحتفالات. قاموا بالدور الكبير في تجهيز العرسان، وان شاء الله يوم الاربعاء، وانا يعني دعوه لحضرتك وللقناه ولكل الزملاء تشرفونا ان شاء الله. احنا هنشارك معاكم وهيبقى معانا النجم الفنان ايهاب توفيق كمان هيجي مع البرنامج ان شاء الله. تشرف، اهلا وسهلا باولاد مصر المخلصين. ربنا يكرمك. الحقيقه لابد كلنا نتسابق، وكنت لسه بقول لهم احتفالا ب 30/6 اهم حاجه مش ان احنا نقعد نتكلم، ان كل شاب النهارده لازم يشتغل وكل فرد لازم يشتغل. البلد محتاجه مننا كلنا، بدل ما تحول فريق كبير جدا قاعد ينقض ويتفرج، لا احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين كلنا عشان نضاعف الانتاج والاستثمار. الحقيقه اللي انا شايف حفل الزفاف الجماعي ده مبادره طيبه ولمسه كلها انسانيه اجتماعيه لشبابنا ولاهلنا، ان احنا ندخل على 100 عيله فرحه، هم 100 يبقى من البنات و100 يعني 200 عيله الحقيقه ان احنا ندخل لهم الفرحه. احتفال غير عادي هيبقى في سوهاج، 200 عريس وعروسه هنشارك معاكم، وان شاء الله حضرتك برضو زي ما اشرت لحضرتك تليفونيا عاوزين ناكد على الصعيد بلا صقر، ما فيهوش صقر برضو يوم الاربعاء. نعمل لقاء مع حضرتك ومدير الامن ونشوف ممكن نعمل تصالح ما بين الخصومات الصقريه في خلال فتره زمنيه مع حضرتك، في خلال 2-3 نخلص هذا الوباء. يا ريت. طبعا احنا الحقيقه شغالين بقالنا ما يقرب من سنه، عملنا من عدد عندنا حوالي 97 خصومه صقريه، انهينا 92 خصومه صقريه بين عائلات كبيره. كم حضرتك الرقم؟ 92؟ 92 92 رقم كبير قوي. طبعا الحمد لله احنا بقالنا سنه شغالين في كده. الحقيقه ان حضرتك توفر الجو ده من الامن والامان، وهنا العائلات لما بتصالح يبقى كلمه شرف، بتقدر حضرتك تعمل محور التنميه وانت مطمن ان في امن وامان. يا ريت تعملوا صلح يوم الاربعاء يا سياده المحافظ، لو ينفع حتى نعمل لقاء كده ما بين عائلتين. هنبقى فاضيين للفرح يعني، هنبقى هنقعد بعد نص ساعه. احنا عاوزين ده يوم للخير على فكره، من خلال لقائي مع محافظ سوهاج
أدعو كل محافظين مصر اللي احنا نعمل مثل هذه الاحتفالات، انشروا البهجة والفرح وقدموا تسهيلات، شوفوا مشروعات صغيرة، شوفوا المصانع المقفولة، شوفوا الورش المقفولة، نحط ايدينا مع الناس البسيطة، الناس الطيبة الجميلة. بشكر السيد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وإن شاء الله يوم الأربعاء نشارك معاك وهتبقى فرحة لأبناء سوهاج، أبناء صعيد. شكرا لحضرتك وشكرا من أجل مصر.